اهلا بيكم وحلقه جديده من ماركتينج كلينك. النهارده هنتكلم عن ازاي ان احنا نزود الامبريشن والانجيجمنت بتاع الاكونت بتاعنا على تويتر. طيب لو جينا اتكلمنا قلنا هنقول ان مصر فيها حوالي 2 مليون اكونت على تويتر، لو احنا بنتكلم على الخليج هتلاقي ان النسبه شويه التفاعل فيها اكتر في دول الخليج زي السعوديه وغيرها. طيب احنا محتاجين نزود الامبريشنز والانجيجمنت وعدد الفولورز بتوعنا. الكيس اللي معانا كان الامبريشنز بتاعتها حوالي 50,000 بير مونث، وكان عدد الفولورز فيها حوالي 3,000 فولورز. طيب ازاي ان احنا نزود عدد الامبريشنز والانجيجمنت وعدد الفولورز كمان بتوعنا على الاكونت دوت؟ اللي احنا عملناه كالاتي. اول حاجه ان احنا بدانا نعمل امبيدد للريليتد تويتس اللي احنا بننزلها من الويب سايت بتاعنا على الاكونت بتاعنا على تويتر، وبدأنا ان احنا نعمل نختار اهم التويتس الريليتد بالموضوعات اللي احنا بنقدمها، وتحت كل موضوع بدأنا ان احنا نعمل امبيدد للتويتس دي. ده طبعا ساهم في ان الامبريشنز بتاعتنا تزيد جدا، بالاضافه ان احنا بدأنا نتواصل مع ناس انفلونسرز عندهم فولورز كتير على تويتر، وبدأنا ان احنا نعمل معاهم زي حوارات او ان احنا نعمل معاهم حاجه زي الكيو ان اي اللي كان بيتيحوا لينا تويتر، حتة ان احنا بنتواصل معاهم والجمهور بيسألهم من خلالنا وبيردوا علينا بفيديوز. ده زود حتة الانجيجمنت وعدد الفولورز والامبريشن. كمان استخدامنا للفيديوز على تويتر، استخدامنا للهاشتاج بحد اقصى 2 هاشتاج على التويتر الواحدة، كل الحاجات دي زودت الامبريشنز بتاعتنا من 50,000 في الشهر ل 2.5 مليون في الشهر. طبعا عدد ضخم جدا، وده كمان ساهم في ان الانجيجمنت يزيد وعدد الفولورز يزيد من 3000 لحوالي 6000. ايه هي التولز اللي ممكن تساعدني في اداره الاكونت بتاعي؟ في عندي حاجه زي تويت ديك بقدر ان انا ادير بيه اكتر من اكونت على تويتر، وبيساعدني في حاجات كتير، ان انا اقدر اعمل كولكشنز، ان انا اعمل ليست، ان انا اتابع المنشنز والنوتيفيكيشنز بتاعتي من خلال الاكونت بتاع تويت ديك، وهو بتربطه بالاكونت بتاعك بشكل بسيط جدا. عندي كمان تول اقدر اعرف منها ايه هي اهم الكونتنت او الموضوعات اللي تم عمل ريتويتس كتير ليها، واقدر اعرف اهتمامات اليوزر زي بصمه. في عندنا كمان سوشيال بيكرز بقدر اعرف منهم الانفلونسرز. اما لو انا عايز اعرف حاجه عن الهاشتاجز مثلا الاناليسز بتاعه هاشتاج معين، في عندي كيهول. تنسوش تعملوا شير وريتويت وسبسكرايب للفيديو ده لو عجبكم، واستنونا الفيديو اللي جاي وماركتينج كلينك.